تاريخ. جاني واحد في بغداد، اتصور في السنة الأولى كان من سقوط الطاغية، وجاب لي ملف، قال شوف الملف، ملف ضخم. قلت ما عندي وقت، لأن بعد شوية لازم ألقي محاضرة وأطلع. قال شوية أشوفه. الصفحة الأولى تقرير من الشرطة: اعتقلنا الشاب المجرم، طبعا كاتبين الشاب فلان ابن فلان، لأنه كان يذهب إلى زيارة الحسين مشيا على أقدامه. زين، هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية: سلمناه فلان مكان. الرسالة الثالثة: سلمناه إلى مديرية الشرطة. الرسالة الرابعة، الخامسة، السادسة، آخر شيء طالعت الرسالة: تم التخلص منه وإعدامه شنقا. ليش؟ لأن جاي لزيارة الحسين مشيا على أقدامه. قلت له أنت منو؟ قال أنا أبوه، أنا أبوه. وآخر شيء سلمنا الجثة لذويه. قال كل المكتوب في هذا الملف صحيح إلا هاي الجملة، ما أعطونا جثته، جثة ما أعطونا إياها. قطعوا أيدي، قطعوا أرجل، قتلوا من كل 10 واحد بالرصاص، صادوا الزائرين في البساتين، لكنهم استمروا وسيستمر. هذا علم الله ناصبه، مو أنا وأنت.